أما الماضي الزينفون 6 كان جهاز جدا مميز. الفكرة إنه الجهاز إجا بشاشة كاملة، يعني شاشة من دون أي حواف، والشاشة من دون أي حواف سببها إنه الكاميرات الخلفية رح تلف لقدام لحتى تصورك صورة سيلفي، بدل ما إنه نحتاج نحط كاميرات أمامية جوا نوتش أو بأي طريقة تانية. مرحبا فيكم أصدقائي الرائعون، أنا مستر إي ورح أتحدث عن الزينفون 7 برو. الجهاز هالمرة رح يجي بنفس التصميم الرائع والجذاب من المعدن والزجاج وهيك، وأيضا الكاميرات رح يعملوا بنفس الشيء عشان يساعدوك على وجود شاشة كاملة، لكن الاختلاف رح يكون إنه هالمرة الشاشة الكاملة رح تكون أموليد وبتردد 90 هرتز. هيدا الشيء رح يكون إنه الشاشة أسلس، وأيضا باعتبارها أموليد فرح يكون في عنا always on display إنك تشوف الساعة هي أو الجهاز مطفي وهيك. غير هيك إنه الشاشة 90 هرتز رح تكون جدا سلسة بالألعاب وبالاستخدام بشكل عام، تقليب الأنيميشن بشكل عام رح تعطي تجربة مختلفة تصوريا أو أنت عم تشاهد تحركاتك للجهاز. الكاميرات رح يكون في عنا 64 ميجا بيكسل كمستشعر كاميرا رئيسي، وشفنا على كتير هواتف وبيعطي نتائج حلوة. غير هيك رح يكون في عنا زوم 3 أوبتيكل، لأن في كاميرا خاصة للزوم رح تكون 8 ميجا بيكسل، فما رح يكون الزوم هالشي خارق، لكن 12 ميجا بيكسل رح تكون الزاوية العريضة لحتى تلتقط مشهد أوسع أو صورة بمشهد أوسع أو هيك، ورح يكون هيدا الوضع مثل بقية الأجهزة. وهيدا الشيء فينك تستعمله بالسيلفي وأيضا بالتصوير العادي، لأن فينك تلف الكاميرا لتصورك قدام. والعام الماضي أثبتت هي الكاميرا أو هيدا المحرك إنه قوي وبيتحمل، فمع الاستخدام ما في أي خوف عليه، لكن طبعا ما رح يكون الجهاز مقاوم للمياه بولا طريقة باعتبار في موفينج بارتس جوا الجهاز. وأيضا ما في عنا شحن لاسلكي، في عنا شحن سريع عبر USB Type-C 5000 ملي أمبير كبطارية كبيرة وستيريو سبيكر، مثل ما ذكرت الشاشة السريعة، وأيضا أقوى معالج سناب دراجون 865 بلس اللي هو أقوى معالج سناب دراجون بهي السنة. فهي الشغلات كلها رح تكون كويسة بالألعاب، لكن مثل ما ذكرت رح يكون بينقصه فقط شغلتين، الشحن اللاسلكي ومقاومة المياه والغبار. فإذا ما بتهمك هي الشغلات يعتبر جهاز جدا خارق، خاصة كشكل من القدام. فالجهاز من قدام رح يكون ما فيه أي نوتش، ما فيه أي حواف، وشاشة أموليد، فالوضع جدا رائع. شكرا جدا على المشاهدة أصدقائي الرائعون، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.